عديمة بالأتلتيكو والبارسا. رونالدو لراموس، راموس بالراس يدخل مع الكرة ويعدل النتيجة للريال. هدف مقابل هدف بعد ساعة لعب بشق الأنفس. ريال مدريد يعود عندما يكون لديك رونالدو والراموس، لا يمكن سوى أن تسجل بهذا الشكل. 99 هدف للريال هذا العام منذ انطلاقة الموسم، في انتظار الهدف رقم 100 وهو هدف الفوز. أنشيلوتي.